ما بين ميزان. صباح الخير، صباح النور أعزائنا المستمعين، وين ما يوصلكم صوتنا على 90.3 إذاعة القيروان للصحة، برنامجكم ما بين ميزون اللي تعودتوا به متواصل معاكم في البرمجة الشتوية. باش نتواصلوا بالطبيعة في الإسعافات الأولية، شنو نجمو نعملوا أون كا داكسيدون اللي صارت لنا في الدار، وباش يكون حاضر معنا كالعادة الرائد زهير الهاتفي، مدرب إسعافات أولية بالإدارة الجهوية للحماية بالقيروان. صباح النور. صباح النور. منورنا ومشرفنا سي زهير. ميرسي يعطيك الصحة. يعيشك. سي زهير، حكينا المرة اللي فاتت على الاختناق، حكينا على الإسعافات الأولية شنو النجم، أهم حاجة قلت لنا لازم يكون عندنا دراية كبيرة بالإسعافات هذه، وإذا كان احنا ما نعرفوش بالحق ما نعملوش ديجيست اللي هي تنجم تعكر الحالة نتاع المصاب. حاجة أخرى سي زهير، نفكروا بالأرقام نتاع اللجان المختصة الموجودين على ذمة المواطنين 24 على 24 ساعة. عندنا 198 هي الحماية المدنية، 197 شرطة النجدة، 190 الإسعاف الطبي اللي هو السامي، وال193 اللي هو الحرس الوطني. بطبيعة الأرقام هذوما يزمهم أي واحد يعرفهم، تخليف الثقافة العامة والأرقام هذوما ماذا بين أي إنسان يعرفهم بطبيعة، حتى نحفظوهم لصغيرات للصغير والكبير يزمهم الأرقام هذوما، هما ممش صعب برشا معناها، وهي أرقام مجانية. واضح. اليوم مش نحكيه في صار لنا نزيف. شنو نجمو نعملو، كيفاش نجمو نتصرفو؟ باهي يعطيك الصحة. باهي كيما حكينا قبل احنا في الاختناق، زاد ثم جينا حالات نتاع الأنسفة. شنو هي النزيف وشنو هو؟ هو صاير جرح. جرح بالجلد. لكن الجروح تختلف. فهمتني؟ تختلف زاد من شخص لآخر. كل واحد والنوعية نتاعو، كل واحد التركيبة نتاعو. باهي شنو هو الجرح؟ هو سيل الدم خرجة دموية. باهي، لكن الخروج الدم هذايا ينجم يكون خروج معناتها جرح بسيط، كيما يكون زاد جرح عميق، كيما ينجم زاد نزيف داخلي. اللي هو خطير برشا. خطير برشا، وذا يستحق راهو معناها انك تمشيو للاسعاف، معناها ما نجمش عادي يتصرف فيه. ولا وتم حتى نقل المصاب في اقرب وقت. اي ما يستناش، ما عندوش طول. معناها ما نجموش نتصرفوا في الحاله هذيك بالاسعافات الاولى. الا النقل السريع. الا النقل السريع. حتى في صورة ما تتطلب زاد باش تستنى سيارة الاسعاف لما تجيك. ماذا بيك انت حتى في وسيلة خاصة تتم نقل المصاب. المهم تعرف العلامات تاع نزيف دموي داخلي. احنا ساعة قبل ما نمر نزيف دموي داخلي، شوف له نزيف دموي خارجي. الخارجي. اللي هو خارجي. اللي هو يهمنا لهنايا وشنو نجمو نتصرفوا فيه، خاطر نجمو نتصرفوا في الحالة هذه. اللي يعطيك الصحة. اللي هو نحطوا البن سي زهير. لا البن مش للناس الكل. بالحق راهو أعزائنا المستمعين، بالحق راهي حاجة خطيرة على الآخر أن نحطوا البن على الجرح، راهو هو بالحق راهو النزيف في الوقت هذاك يتنح. مي راهو بالحق تصير ديزانفكسيون، تصير حالات أصلاً حتى كي تمشي من بعد السبيطار والممرض يجي ينظف لك في الجرح ما يعرفش العمق نتاع الجرح شنو، واللي بالحق معناها تنجم تؤدي المخلفات تؤدي الكوارث، توصل حتى للموت، خاصة اللي ما عندوش تلقيح وما عندوش مناعة نتاعه ضعيفة. بصراحة ثم ناس جرحت وسط حتى مات عليه، لانه ما عرفش ما يسعفش الجرح من له. بالحق معناها ديما ناكدوا ونقولوا للساده المستمعين راهو بالحق حكايه البن نسوا هذه البن هذيك ثم ناس تو حد الان انا نعرف اللي ثم ناس ما تجيبش الطريقه الصحيحه نتاع اسعاف جرح بسيط، ما نحكيش على جرح عميق. جرح بسيط. شنو هو جرح بسيط؟ هو يتطلب شنو؟ ماذا بينا يتفادوا ثم ناس شكون يسعف الجرح بالقطن وبالالكول. انا حب هذا الحاجه دي نرفضها. لانه القطن فيه هو جرثومه، فيه ليميديتي وجرثومه تنحجب نحام القطن تحطها في الجرح في البدن، وهذيك ما تجيش. يا حب هذا الجرح البسيط كيفاش يتسعف؟ يتسعف بالكومبريس اللي هي قطعه شاش معقمه. اللي هي معقمة تتباع في اللي فارماسي تتباع في باكوات. يعطيك الصح. اللي هي تكون معقمة وزاد من نفس الوقت تكون بالمطهرات. اللي هي لاسبسيل، داكام، بيتادين، هذوما هما مطهرات يتباعوا زاد لإسعاف الجروح. ما نستعملش للكول. هذه النصيحة الأولى. اللي هي في الحالة ذي سي زهير بالحق احنا قلنا قبل في حلقات سابقة أن أي دار لازم يكون فيها بوات فارماسي. فوالا. معناها هذيا حاجة من أهمية أنك تشري صالة ولا تشري كوجينة، معناها بالحق أنها للبوات هذيك نتاع البوات فارماسي لازم تكون موجودة في الدار. وبليغاتوار كل عين عندها كل عين. لأن الإنسان كل في صورة ما لي قدر ربي تصير جروح كيما كبسيطة ولا تصير حاجة، فنجم تستعمل بوات فارماسي وأنت في الدار. فهمتي ولا ما نسمع ولا ما ندري. ولهذا انا ماذا بينا قلنا الجروح البسيطه هذه تتعسف تداوى كان بالكومبريس والمطهرات. هذا المطلوب. باهي ثم جروح اخرى نقولوا نحن نزيف شرايين، معناتها جرح عميق يضرب له عرق كبير. اللي هنا ماذا بينا ثم ناس فهمتني يمشي يلتجا ديريكت يعمل لي جارو رباط الضغط. انا رباط الضغط ثم ناس مش فاهمين الوضعيه نتاعو شنو هو، راهو سلاح ذو حدين تنجم تستعمله راهو حكمت على الشخص هذاك باش تقص يده ولا ساقه. لا قدر الله. لا قدر الله، وانت عندك الوقت وتنجم تتعامل مع المصاب. وهذه ثم نقاط ضغط تتعامل قبل.
قبل الرباط الضغط. انت في صوره ما ثم جرح شرياني تحاول تشوف نقاط الضغط اللي هم موجودين لازم تعرفهم اللي هم على مستوى الودج والطرق وفهمتني والعضد وثنيه الحالب والفخذ. هذوما خمسه نقاط تستعملهم اثناء جروح الشرايين. تعمل نقاط ضغط راك تمنع المصاب ما ينزفش، تنقص كميه الدم ما تضيعش منه. اون بليس انت منعته وتم نقله للسبيطار بكيفيه. نقاط الضغط كيفاش هذوما؟ نقاط الضغط انا قلت لكم سميت امر نقاط الضغط اللي هو تنجم في صوره ما عنده جرح على مستوى الشعر تعمله على مستوى العضد نقطه الضغط. في صوره ما هو عنده اصابه على مستوى العضد تعملها له بالطرقوه. أي فهمتني؟ وفي صورة ما عنده هو اللي هي الرقبة معناها سيبيا الرقبة هي الودج ولا الساق تستعمل الفخذ وتستعمل ثانية الحال. هذوما نقاط الضغط تعمل بيك بوان دي كومبريسيون تضغط عليهم تضغط قبل وين النزيف باش تحبس له السرقوية نتاع الدم أكثر وقت ظل مطلوب. وهكا يتمنى أنت المصاب ما ينزفش أون بليس ما تمنى العضو الماء هو ماشي نهار آخر مش يصير له فيه إشكال. في صورة ما ثم تعمل أنت الكارو ثم حالة استثنائية مش تعمل فيها من الكارو اللي هو رباط الضغط. اللي هو رباط الضغط. رباط الضغط يجي سابيا يجي معناتها في مستوى العضد ويجي على مستوى الفخذ. ماذا بينا احنا نستعمله في حالة استثنائية وقت ايش يكون؟ وقت إنسان يكون عضو تحت عبء ثقيل. وقت إنسان يكون مثلا محاصر. فهمتني؟ وقت إنسان يكون مثلا عنده بطر بالعضو. هذوما هما النقاط اللي نستعمل فيهم الكارو باش الإنسان نجم توقف له النزيف وفهمت ما تضيعش كميه الدم والانسان ينجم يعيش لانه النزيف راه بصراحه خطير. واذا انسان ضاعت منه كميه الدم كبيره راه ينجم يموت ويفلك. به في صوره انا هذا حكينا عن نزيف دموي خارج تو مش نقولوا نزيف دموي اللي هو داخلي شنو هو؟ سيل الدم خارج الهواء الدموي لكن داخل الجسم. داخل الجسم انت ما تشوفوش عيب العيان ما تشوفوش الدم غادي دائما لكن باش تعرفوا انت يكون عندك درايه بالاسعاف تشوف العلامات نتاعو وتشوف الجو اللي عنده نجم تقرر اوتوماتيكمون راه الانسان ضي عنده مراجعه نتاعو ويتم نقله في اقرب وقت للمستشفى. او العلامات هي شنو؟ العلامات يلزم الانسان يكون النبض نتاعو والتنفس نتاعو مش معدي سريعين شوي تحسوا الانسان كاينه يلهث به شحوب في الوجه تحس الوجه نتاعو اصفر كالليمونه وانسان مش عادي يميح للاغماء يحب يرقد يحب مثلا مش قادر على الحركه كما هي. فهمتني؟ يحس روحه يحب يشرب. يحب يشرب اشرب. حب اعطيني يقول لك حاجه تشربها ولهنا تمنعه، هاي يشرب اي حاجه. فهمتني؟ انهيار بدني يحس روحه ولي ساعات ما عادش منهار. وثم العلامه الكبيره اللي هي العرق لزج، العرق نتاعو يكون بارد ولزج، معناتها كي تمس انت تقول مزيت العرق نتاعو. هذه اوتوماتيكمون تعرف اللي هي علامه ديال اللي السيد هذاك قاعد ينزف. في الداخل وماذا به يتم نقله حتى قبل وصول النجم تاع المختص. شوف سي زهير هذوما اذا كان عرفناهم العلامات بالحق ما نقولوش هاو تيقوم ولا لاباس لا يلزم اوتوماتيكمون نقله فقط ايميدياتمون يمشي للاسعاف نسعفوه فوريا. فوريا. قلت النقطه الثالثه اللي قلنا نزيف دموي متخرج. شنو هو متخرج؟ معناتها ماذا في الطبيعي العليا ولا السفلى؟ خاصه نحن العليا شنو هي؟ الانف. الانف. الفم والانف. خاصة الأنف اللي هو الرعاف باش نحكوا فيه. الرعاف ثم ناس توا صغيرهم ولا واحد من أقاربه ولا من أحبابه ولا كذا يرعف ما يعرفش ايش يتعامل معاه. احنا في العادة قبل كي يرعف الواحد نقولوا هز راسه هز راسه لفوق وهي الفكرة دي غلط. يا حبذا راس اللوطة يا حبذا نصلحوها الفكرة هذه. ماذا بينا أنت إنسان رعف صغيرك ولا قريبك ولا كذا حطه على كرسي هبط له راس اللوطة وينزل على المنخر النزف بالصباع نتاعو لمدة 5-10 دقائق يهز يده حق يوفى كل شيء. خاطر بالحاله اللي كنا نعملوهم الاول هي نقلبوا له راسه مش يرجع عليه الدم يتجلط ويعملوا اختناق وهذا الكل معناه. اذا كان نهبطوا الراس اللوطه ونضغطوا على المكان المخ النازف وقتها هو اوتوماتيكمون مش بعد شويه مش يزيد يلقى راه اوتوماتيكمون راهو يقف. في صوره ما انت ودك ولا الشخص هذاك تتكرر معاه العاده نتاع الرعاف ماذا بيك ما تسكتش عليه يجب يتم نقله للطبيب وفهمت ولهنا ينجم الاسعاف نتاعه وينجم يكون هذا عنده عرق لازم يترحم. فهمتني؟ وهذيك معناتها الانسان خاطر الطبيب المختص هو الوحيد اللي ينجم يقول شنو عنده شو الحاله اللي عنده ينجم هو يسعفه معناتها بطريقه صحيحه. هذا هو المطلوب بالنسبه للانف. شكرا لك سي زهير، شكرا لك على الايضاحات، بالحق شرفتنا بحضورك وشكرا للمعلومات اللي قاعد تقدم فيها ديما. شكرا لكم اعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتبعوا فينا على 90.3. كنت معكم اروغيث كوتي ميكرو امنا بوخيت كوتي كونسول. ما بين ميزان.